اللطيف الريموت فيه ازيك الريموت فيه في العربية خلاص عم بطير اتولي مش انزل العربية بعيدة طب اتنزل two questions الحقيقة جم في امتحان الـ MD اعتقد انكم عارفينهم كويس اللي هي الافوكال لينس السؤال الاولاني في الاوبتكس كان الافوكال لينس السؤال الثاني كان الباينوكيول اللي بايفوكال لينسز اتس كومبليكيشنز اند هاو تو مانج والسؤال الثالث كان الجونيوسكوبيك لينس اللي هي بتاعت الحته بتاعت توتال انتنال ريفليكشن ونتكلم عن الدايركت جونيوسكوبي والدايركت جونيوسكوبي والحمد لله بس شفتوا الافوكال لينس موضوع مهم انا لسه بقول لكم انا شخصيا جالي في امتحان الدكتوراه سالت فيه في الماجستير والدكتوراه الافوكال لينس والثاني اللي هو البايفوكالز لان البايفوكالز موضوع برضه مهم والمالتي فوكالز تمام فدي من الموضوعات الحقيقه المهمه وعشان كده احنا خدناها مش كلام كتير يعني ده سطر واحد ويش وان الايفوكال اللي هي الاتيريال لا لا الافوكال ليه ما انا قلتها لكم ورسمتها ايوه ايوه آه. يعني كلام كتير اه طبعا دي في الانايزومتروبيا بقى دي موضوع الانايزومتروبيا لا لا ندخل على دي هتدخل اخش في الانايزومتروبيا على الانايزيكونيا على الافوكال لينس لو هي الانديكيشن بتاعها اصلا في الانايزيكونيا عشان تقلل ماجنيفيكيشن ما لهاش ماجنيفيكيشن تمام السلام ورحمه الله وبركاته النهارده هنتكلم في انسترومنتس بقى مهمه جدا يعني هي بدايه دخول الانسترومنتس الحقيقه موضوعات بتخش في اجهزه كتير التلسكوبس والمايكروسكوبس والحاجات دي من الحاجات المهمه قوي اللي بتخش في حاجات كتير معانا فهنتكلم فيها بسرعه كده يعني او هنتكلم فيها برضو بتفاصيل وديتيلز مهمه قوي لان التلسكوبس برضو من الاسئله اللي بتيجي لوحدها في الامتحان يعني الديسكاس الجاليليان تلسكوب الكبريليان تلسكوبس الاسترونوميكال تلسكوبس ايا كان هو ده السؤال اللي بيجي في الامتحان فالتلسكوبس بالموضوع الموضوعات المهمه قوي عندنا تمام بص تلسكوبس ار اوبتيكال ديفايسز يوزد to magnify distant objects تمام خلي بالك المايكروسكوبس magnify near objects ده الفرق في الديفينيشن ان التالي بعيد سكوب فيجوالايز يعني تو فيجوالايز الحاجات البعيده تلسكوبس ار اوبتيكال ديفايسز يوز تو magnify distant objects تلسكوبس ار افوكال اوبتيكال سيستم على السيره هي جت على السيره ان التلسكوبس ار افوكال اوبتيكال سيستم يعني ايه نو فيرجنز البارالل ريز تخش بارالل تطلع بارالل التلسكوبس بتشتغل كده ان البارالل ريز تخش السيستم ده بارالل تطلع برضه منه بارالل تمام فده التلسكوبس بتشتغل كده يبقى التلسكوبس ار افوكال اوبتيكال سيستم ات هاز نو فيرجنز باور ده سؤال ممكن تساله في الشفه ما تكعبلش فيه يعني يقول لك الفيرجنز باور بتاع التلسكوب قد ايه ات هاز نو فيرجنز باور زيرو زي مثلا اقول لك الايه بتاعت الكروس سلندر يقول لك ال سفيريكال ايكويفالنت بتاعها قد ايه؟ زيرو انت هتقول سفيريكال ايكويفالنت تمام؟ فدي مهمه التعبير ده مهم من فضلكم تلسكوبس ار افوكال اوبتيكال سيستم يعني البارلل رايز بتدخل بارلل وتطلع بارلل ويت هاز نو فيرجنز باور اهو مالتيبل سيستمز بتشتغل مع بعضها بحيث زي ما انت شايف في الاول ان البارلل رايز اللي دخلت على الاوبجيكتيف لينس عملت المسار بتاعها اتفضل عملت المسار بتاعها وطلعت من الناحيه الثانيه برضه فرق بس يبقى هو ده تعريف التلسكوبس يبقى التلسكوبس زي ما قلنا دي حاجه بتعمل ماجنيفيكيشن للفار اوبجكتس الديستنت اوبجكتس تاني كلمه قلناها ان هي ملهاش فيرجنز باور البارالل ريز بتخش فيها بتطلع منها بارالل ريز Telescopes are avocal optical system consisting of two lenses but never اتنين كونكيف ما ينفعش اتنين كونكيف يعني ممكن اتنين كونفكس ماشي ممكن كونكيف وكونفكس ماشي اتنين كونكيف لا دي معنى الكلمة دي اتنين كونكيف لا اي التلسكوبس ممكن تبقى two lenses ما عدا اتنين كونكيف ما ينفعش اتنين كونكيف تمام separated in the space by the air
distance between the two lenses بتساوي summation of their focal lenses. تملي المسافة بين العدستين بيبقى summation بتاع focal lenses بتاعتهم. بص اهو ادي التلسكوب، ادي الاوبجكتيف لينس، تمام. البارالل ريز عملت فوكس هنا في منطقه الفوكس هنا، وبعدين طلعت من الفوكس هنا لان هي دي اصلا الفوكس بتاعت اللينس الثانيه، يعني دي الفوكس بتاعت اللينس الاولانيه ودي الفوكس بتاعت اللينس الثانيه. فالريز طلعت من الفوكس تطلع ايه بارالل، يبقى الريز دخلت بارالل عملت فوكس هنا، وبعدين طلعت من الفوكس هنا طلعت ايه بارالل. يبقى المحصله ايه؟ انها دخلت بارالل وطلعت بارالل. It has no virgin spark. هي تعمل magnification yes، انما it has no virgin spark. تمام؟ هي. بص الانجلر magnifications اللي بتحصل عندنا، الباور بتاعت اي تلسكوب اللي هي الباور بتاعت السيستم ده F بتساوي F1، باور بتاعت العدسة الاوبجيكتيف مع الباور بتاعت العدسة السبجيكتيف او الاي بيس بتاعتنا ناقص S مضروبة في F1 F2. تمام؟ حيث بقى F الباور اوف ذا سيستم، الباور اوف ذا اوبجيكتيف F1، الباور اوف ذا اي بيس F2، و S دي الديستنس بتوين ذا تو لينسز اللي هي بتساوي F1 زائد F2. يعني بدل S دي ممكن احط كلمة F سمول اللي هي الفوكال ديستنس بتاعت F1 زائد FA2. There are two types of telescope systems. Keplerian telescopes، Keplerian telescopes و Galilean telescopes. كيبلاريان والجاليليان تلسكوبس. كيبلاريان دي اللي هي الاثنين بلس، الجاليليان اللي هي بتبقى بلس مع ماينس. جاليليان تلسكوبس دي بلس مع ماينس، كيبلاريان اللي هي اثنين بلس لينسز. الاسترونوميكال تلسكوبس او الكيبلاريان تلسكوبس اللي هي بيسموها انفرتنج تلسكوبس، هي الايمج هتطلع انفرتد، انفرتنج تلسكوبس. بص وي هاف ذا اوبجيكتيف لينس بلس لينس، تمام، ليها فوكال ديستانس اهي، وبعدين الفوكال ديستانس بتاعت العدسه الثانيه هي دي الاي بيس. لاحظ ان الاوبجيكتيف اقل من الاي بيس، الاوبجيكتيف عدسه اقل في الباور من الاي بيس. تمام، تعال نشوف الكلام ده بالتفصيل اهو. بص ادي التلسكوب، ركز مع الشعاع الاحمر ده، ادي بارالل ريز دخلت عملت فوكس هنا في اف بتاعت العدسات الاولانيه دي، لما جت طلعت من هنا حطوه الصوره دي كانت موجوده في اف بتاعت الاي بيس بتاعتي، عشان كده طلعت الصوره هنا ايه اللايت ريز طلعت ايه بارلل. تمام، this is the schematic appearance بتاعت الكبير. دي بقى الريز دي، سيبك من الحاجات اللي مرسومه في النص، ركز مع الشعاع الاحمر بس تقوم تفهم القصه دي ماشيه ازاي. بص كيبلاريان تلسكوبس وصفه بقى اهو، بيقول لك ايه، it have a weak positive objective lens and a strong positive eye piece lens. يبقى خلي بالك الاوبجيكتيف اللي هي ناحيه الحلقه اللي بنشوفها بتبقى ويك بوزيتيف، انما الاي بيس بتبقى سترونج بوزيتيف. The lenses are separated by their summation of their focal lenses زي اي تلسكوب سيستم، summation بتاعت الفوكال لينسز. تمام، عايزين نمشي واحده واحده، عايزين نفهم كل حاجه ونفهمها بالتفصيل، لان التلسكوبس دي هتخش معانا في اجهزه كتير جدا بعد كده. يعني بعد كده انا في اي جهاز هقول لك بقى ده في تلسكوبك سيستم في الحته دي، خلاص عرفت انت يعني ايه تلسكوب. خلاص تمام، بص ادي العدستين بتاعتنا، واحده الاورانيه دي الاوبجيكتيف بتبقى ويك بوزيتيف، قول معايا بتبقى ويك ايه بوزيتيف. تمام، دي البارالل ريز بتنزل تتجمع فين؟ عند الفوكس بتاعتنا. خلاص، طيب الفوكس دي بقى هنعتبرها الاوبجكت اللي اتكون فيها، هنعتبره ده في مكان الفوكس بتاعت العدسه الثانيه اللي هي الاي بيس، خدت بالك؟ بس لاحظ هنا الفوكال ديستنس بتاعت الاي بيس اقل، يبقى ده معناه ان هي ايه؟ سترونجر بوزيتيف لينز. طب بما ان الريز جايه هنا من الفوكس بتاعت العدسه، يبقى الريز هتطلع من هنا شكلها ايه؟ بارلل. خلاص؟ يبقى ده تركيبه دي، الرسمه دي بتتطرق في الامتحان. ساعات يقول لك ارسم دايجرام توضح فيه الكيبلاريان تلسكوب او الاسترونوميكال تلسكوبس. تمام؟ اهو الرسمه دي من الرسومات المطلوبه يا نسرين، ارغاك الرسمه دي من الرسومات المطلوبه في الاكزام، ناخد بالنا منها قوي. تمام؟ بص ادي بقى المسافه بين العدستين، قلنا هي السميشن بتاعت ايه؟ تو فوكال لينسز اهي، هنكتب البيانات، المسافه بين العدستين هي السميشن بتاعت الفوكال لينسز بتاعت الاثنين. هي السميشن اوف ذا فوكال لينسز اوف بوث لينسز. طيب بص اهي العدسه الاولانيه اللي هي الاوبجيكتيف لينز بتبقى
strong positive sorry weak positive lens عشان كده ليها long focal lens. انما الاي بيس از سترونج بوزيتيف لينس تمام، وبالتالي ليها شورت ايه فوكال لينس تمام. اهو هنا بقى بص في حاجه اسمها اللينير او الانجلر ماجنيفيكيشن. اتفضل. في حاجه اسمها اللينير او الانجلر ماجنيفيكيشن. بص الباراليز اللي نازله هنا لان دي عاده سويه هتبقى الديفيشن بتاعها بسيط، فالانجل دي تبقى انجل سمول. انما هنا انت بسرعه هيحصل تغيير في المسار وبالتالي الانجل دي هتبقى ايه لارج انجل. خلي بالك عشان دي الانجلر ماجنيفيكيشن، دي هتعمل لنا حاجه بعد شويه اسمها الانجلر ماجنيفيكيشن. طيب العدسه دي عدسه ويك، فالرفراكشن هنا بيبقى رفراكشن مش جامد قوي، وبالتالي الديفيشن هنا عن الخط ده بيبقى ديفيشن بسيط تمام. هنا العدسه دي قويه فالديفيشن بيبقى جامد، تقوم الزاويه دي تبقى اكبر، فاحنا عندنا الزاويتين دول مش ايكوال انجلز، عندنا دي لارج انجل اوف ماجنيفيكيشن تمام. طيب بص هنا بقى ادي سمول انجل وادي لارج انجل. بص بقى هنا اول واحده العدسه الاولانيه بتعمل صوره اخبارها ايه؟ اولا بتبقى ريال ريال انفرتد ايمج ات ذا برنسبل فوكس اوف ذا اي بيس، بتتكون في الفوكس بتاعت العدسه اللي بعدها تمام. دي بتبقى ريال inverted image، البارال ريز اللي جايه دي عملت ريال inverted image at the principal focus of the eye piece اللي هي اللي بعدها. طيب هنا بقى لما انت خدت الصوره من هنا ورحت مدخلها على الاي بيس، طب انت جاي لي من الفوكس يبقى الريز هتطلع ايه؟ بارلل. انت ما دام جاي من الفوكس يبقى الريز تطلع بارلل تمام. طيب البارال ريز سلام يا عمر، البارال ريز دي بقى بص هتروح فين؟ هتتجمع هتمشي كده بالعكس، هتمشي هتبقى ديفيتد كده بالمنظر ده، يعني بص اهي الباراليز هتمشي في الاتجاه ده بعد كده اهو تمام. يبقى انت هتشوف صوره اخبارها ايه؟ ما الباراليز ما بتعملش صوره، بتبقى فيرتشوال انفرتد ايمج وماجنيفايد ات انفينيتي، يعني بتحس انك انت شايفها في الانفينيتي. صحيح انت هتشوفها على المسافه القريبه اللي هي ال 25 سم اللي انت عاوز تشوفها، بس هتشوف الايمج ماجنيفايد بسبب الانجل دي، ان الانجل دي كبيره عن الانجل دي تمام. دي اللي هي بيسموها الماجنيفيكيشن اللي حصلت عندنا. يبقى خلي بالك كتلسكوب عدستين، الاوبجكتيف ويك بوزيتيف لينس والاي بيس سترونج بوزيتيف لينس. المسافه بين العدستين ايه هم؟ اللي هو السبميشن بتاعت الفوكال ديستنس بتاعتهم صح؟ الريز اللي داخله في اي تلسكوب بتخش بارلل تطلع بارلل. السيستم اللي هو الاثنين بوزيتيف لينس دي بيسموها الكبلريان تلسكوبس تمام؟ ودي بتدي نيجت انفرتد ايمج. الايمج هنا بتبقى انفرت عشان كده بيسموها انفرتد تلسكوبس. الماجنيفيكيشنز بقى بص الماجنيفيكيشنز هنا بنعتبرها ازاي؟ ممكن تقيسها بكذا طريقه. الانجل سبتندد باي ذا ايمج على الانجل سبتندد باي ذا اوبجكت. خلي بالك دي الانجل سبتندد باي ذا ايمج والانجل سبتندد باي ذا اوبجكت هنا. تمام؟ الماجنيفيكيشن تيجي انك تقسم الانجل دي على الانجل دي. تاني حاجه الفوكال لينس اوف اوبجكتيف على الفوكال لينس بتاعت الاي بيس، تقدر تحسب الماجنيفيكيشن. ثالث حاجه الباور اوف ذا اي بيس على الباور اوف ذا اوبجكت. طب ليه دول عكس بعض؟ عشان الباور واحد على الفوكال ديس. خدت بالك؟ فلو انت هتشتغل باور يبقى الباور بتاعت الاي بيس فوق، لو هتشتغل فوكال ديستنس يبقى الباور بتاعت الفوكال ديستنس بتاعت الاوبجكت هي اللي فوق، لان الباور بتساوي واحد على الفوكال ديستنس، واحد باور عكس اف صح؟ عشان كده هنا بالعكس مكتوبين بالعكس وده صح. لازم يطلعوا كده لان الباور واحد على الفوكال ديستنس خلاص. يبقى الماجنيفيكيشن بتاع التلسكوبيك سيستم بتتقاس بواحده من الثلاثه دول. عايز تقيس الانجلز اهلا وسهلا، عايز تقيس الفوكال ديستنس اهلا وسهلا، عايز تقيس الباور اهلا وسهلا تمام. كنت هي ايه الاخر الماجنيفيكيشن بتاع الفكره انا بدخل على من ويك لسترونج لينس؟ لا ما انا هقول لا مش الماجنيفيكيشن، مش هنا الماجنيفيكيشن دي اللينير ماجنيفيكيشن. فاكر احنا خدناها قبل كده في اللينسز اللينير ماجنيفيكيشن لما قلنا ايه؟ انا لما اكون باصص على حاجه بعيده، باصص على حاجه بعيده تمام؟ الانجل بتاعتها اللي عندي على النودل بوينت غير لما ابص على حاجه قريبه صح؟ يعني زي ما بقول لك انت يعني طب انا مثلا لما عملت البتاعه دي في ايدي كده انا مش بتجيش خالص، مع ان دي بتاعه صغيره وانت جسمك كبير صح؟ ليه بقى؟ لان انت الزاويه لايت اللي جايه من عندك انت على بالنسبه للنودل بوينت عندي بقت اصغر من الزاويه بتاعت البتاع دي تمام. يبقى كل ما الانجل دي تكبر، الانجل اللي جاي بيها اللايت دي الانجل روتيشن دي تكبر، كل ما احس ان في انجلر ايه
ماجنيفيكيشن تمام. ودي اللي هي احنا لعبناها لعبه الكوين والمون، فاكره الكوين والمون؟ لما قلنا لما نمسك الكوين قريب كده بيعمل انجلر ماجنيفيكيشن اكبر من المون اللي جاي من بعيد، صح؟ فعشان كده دي اسمها الانجلر ماجنيفيكيشن. يبقى احنا كانه ما هي تلي، يعني ايه تلي؟ يعني بتقربي الحاجه البعيده. انت الحاجه البعيده قوي دي بتجيبيها كانها جايه من قدامك عن طريق الاي بيس دي، فبتحسي الانجلر ماجنيفيكيشن بتاعتها ايه كده. يعني بصي لو دي زاويه الانسيدنس هنا، لو اعتبرنا ان دي الزاويه بتاعت الماجنيفيكيشن بتاعت الحاجه البعيده، دي زاويه ماجنيفيكيشن الحاجه القريبه، مين الاكبر؟ دي. خلاص يبقى انت زودتي كده الانجلر ماجنيفيكيشن ولا لا؟ يبقى تشوفي الحاجه كبيره، تمام؟ يبقى تشوفي الحاجه كبيره. يعني عشان كده الصوره الصغيره البعيده انا بجيبها واشوفها كانها جايه من قدام انا بانجلر ماجنيفيكيشن اكبر. ما دي لعبه التلسكوبس اللي هي الانجلر ماجنيفيكيشن. اهو يا ستي بيرد عليك عشان ما تزعليش. الانجلر ماجنيفيكيشن اوف ذا تلسكوب از ايكوال تو ذا باور اوف ذا اي بيس ديفايدد باي ذا باور اوف ذا اوبجكتيف لينس. اهي الباور بتاعه الاي بيس على الباور بتاعه الاوبجكتيف لينس. في كيبلريان تلسكوبس هاف بوث بوزيتيف objective and eyepiece lenses. The magnification is negative لي لانها indicate inverted image. الرقم ده بيطلع بالنيجاتيف لي لان الايمج بيطلع ايه؟ inverted. تمام؟ طب بيني وبينك inverted image دي ضايقنا يعني، يعني كل حاجه انا بشوفها اخليها inverted. طب ما فيش اقتراح ان احنا نعدلها؟ نحط بريزم او نحط ايه؟ مايس لي. نحط ليه مايس؟ ليه مايس؟ لا نحط برضه بلس لينس. يعني ممكن بالبريزماتيك سيستم نعملها، او ممكن بقى الاسهل من كده ان احنا بص نعدلها بقى. بص الكيبلريان تلسكوب او الاسترونوميكال تلسكوبس دي فورم ان انفرتد ايمج سو زي ريكواير ايركتنج لينس او بريزم. خلاص لينس تعدل بس من غير ما تلعب في حاجه، اللي هي بقى الايه؟ تريستيش اللي هي الايه؟ تريستيريال تلسكوبس. تريستيريال تلسكوبس 3 اللي هي 3 يعني تريستيريال تلسكوبس دي. ايه تريستيريال تلسكوبس دي؟ اللي هي نون انفرتد تلسكوبس. بص اتنين بوزيتيف لينس زي ما هم، انما في واحده بوزيتيف اتحطت في النص، بقوا ثلاثه لينسز. وده يمكن هيضيف عيب في السيستم ده، ان السيستم هيبقى ايه؟ طويل. هنطول شويه، هناخد حته في النص كده نوسع بيها على نفسنا. بص اهو. طب ادي الاي بيس بتاعتنا، which is a weak positive. هتعمل فوكس هنا، هنخليها تعمل فوكس بقى. بص فين؟ في نقطة 2 اف بتاعت عدسة جديدة. يعني بص اهي هتعمل ايمج هنا، دي عدسة اللي انا حطيتها زيادة في السيستم. تمام؟ الصورة دي على مسافة 2 اف. طب انت على مسافة 2 اف الصورة بتطلع ايه؟ انفيرتد وايكوال. لو انت فاكر من العدسات بتبقى انفيرتد وايكوال. انفيرتد وايكوال. تمام؟ بص انا هاخدها ايه بالحسابات، اللي هتعدي في اف هتطلع هنا تطلع بارلل، واللي هتعدي هنا انديفيتد، والبارلل تطلع تعدي في اف الناحيه الثانيه، تقوم تطلع الناحيه الثانيه الصوره دي ايكوال لدي. بس حصل فيها ايه؟ انفرت. حصل فيها انفرشن، قلبناها. فهمنا الحدوده دي بقى؟ يبقى احنا كده قلبنا بس الصوره، ما لعبناش في الماجنيفيكيشن بتاعتها. طيب عايز ارجع بقى التلسكوب واحده لينس ثانيه، احط لينس هنا بقى بتاعتي الاي بيس العاديه الباور العاليه، بس بحيث الصوره دي تبقى فين؟ تبقى في اف بالظبط اهي، تبقى في اف. يوم الريس تطلع ايه؟ الله، يبقى الريس دخلت بارلل، طلعت بارلل. بس المره دي بقى هشوف الصوره هنا ولا هنا؟ هشوفها فوق. المره دي هشوف الصوره فوق. تمام؟ بص اهي المره دي هشوف الصوره فوق. ادي بقى بص دي 2 اف ودي 2 اف ودي اف بتاعت الايه؟ الاي بي ستاك. المره دي بقى بص هشوف الصوره فين؟ هشوف الصوره فوق هنا اهي. بص تعالى بقى نشوف دي الاوبجكتيف لينس عملت ايه. ريال انفرتد ايمج ات 2 اف اوف ذا اديشنال لينس. طب الاديشنال لينس دي عملت ايه؟ ها ايركت ايمج ات ذا فوكال لينس اوف ذا اي بيس. في الفوكال لينس بتاعت الاي بيس بقى هي 2 اف بتاعتها هي، انما بالنسبه للاي بيس اللي هي فوق. بصوا الرسمه دي اهي، دي كده النقطه دي 2 اف بتاعت العدسه دي، انما بالنسبه لدي ايه؟ 1 اف بس. تمام؟ وعشان كده الريس طلعت من هنا ايه؟ بارلل. فهمنا بقى الحدوته دي؟ يبقى هنا حطينا اديشنال لينس دي از بوزيتيف لينس، بحيث ان انا حطيت لها الصوره هنا على مسافه 2 اف،
فتكونت الناحية التانية inverted في 2F وبالتالي الصورة في الآخر تطلع ايه؟ arced image at infinity bar. تمام؟ دي بتاعت الـ objective وبتاعت الـ addition. يس 2F دي، لا 2F دي بتاعت دي بس. ما هي النقطة دي هي F بتاعت الـ objective والنقطة دي الـ F بتاعت الـ eyepiece، بس المسافة دي والمسافة دي بالنسبة للعدسة دي ايه؟ 2F صح؟ بس دي F بتاعت دي اهي real inverted image at 2F of the additional lens. تمام؟ طيب انت طبعا هتسأليني السؤال الرهيب بتاعي، الماجنيفيكيشن يجي منين بقى؟ هقول لك اهي الزاوية دي اكبر من الزاوية دي، الزاوية دي اللي هي رايحة على عيني هنا الزاوية دي، تمام؟ اكبر من الزاوية دي وبالتالي تعمل انجلر ايه؟ يعني انت ده يا دي اللي هي هنا نزلت هنا دي زاوية الايه بتاعة الحاجة البعيدة دي تدينا صورة صغيرة حجم صغير، انما التكبير بيجي منين؟ من الحركة دي هنا. خلاص ان انا ارفع الزاوية الانجلر ماجنيفيكيشن. يعني انت ده انا لما جبت السترونج لانز بصي بصي اهو لو ده ري وده ري جايين كده وراحوا داخلين عيني كده هيدوني حجم اوبجكت غير تو رايز داخلين كده صح؟ هي دي لو لان كده هشوف الاوبجكت ايه؟ صغير، انما كده هشوف الاوبجكت ايه؟ كبير صح؟ فهي دي معنى كلمه انجلر ماجنيفيكيشن. يعني خلي بالك بقى يا اولاد ان في حاجات كتير هنتكلم فيها في اللو فيجوال ايدز بتشتغل بالطريقه دي، طريقه التلسكوبس. ما هو الناس اللو فيجوال ايدز عايزين الصوره ايه؟ مكبره. فانا اقدر اكبرها له ازاي؟ ممكن اكبرها له بلينس عاديه وممكن اكبرها له بتلسكوبك سيستم. فالتلسكوبك سيستم بيعتمد على قصه الانجلر ايه؟ ماجنيفيكيشن. خلاص؟ عرفنا القصه دي بقى ماشيه ازاي؟ يس. يس بس الطول بقى انت هتجمعي الفوكال لينس بتاعت ده اللي هي دي والفوكال لينس بتاعت دي. ايه السيستم ده اللي في النص؟ ده دي الحاجه الوحيده اللي بيعملها ايه؟ الليفرشن. عشان كده بيسموها ايفرتنج لينس بس. تمام؟ دي ما عملتش حاجه في الماجنيفيكيشن ولا لعبت في حاجه في الباور ولا حاجه خالص. هي كل اللي عملت لي ايه؟ عدلت لي السيستم بتاعي. تمام؟ العدسه الوسطانيه اللي هي دي. تمام؟ دي ما هي لما تكون صوره لو انت فاكره في العدسات لما كنا بنعمل الايمجنج انك انت لو الصوره في 2 اف بتتكون في 2 اف ايكوال بس انفرتد. ايكوال بس انفرتد. اهي بالحسبه بصي الري اللي هيعدي في اف هيطلع هنا هيطلع بارل. والري اللي هيعدي في الاوبتيكال سنتر هيعدي انديفيتد. واللي داخل بارل هيطلع في اف. يوم كلهم اتجمعوا في النقطه دي هتلاقي النقطه دي هي 2 اف زي دي بالظبط. خدت بالك؟ بس الصوره حصل فيها ايه؟ انفرشن. هنا بقى الماجنيفيكيشن بقى حسبته ازاي؟ اضيف دي اف دي واف الاخرانيه ماليش دعوه بدول. لان دول كل اللي بيعملوهم ايه؟ انفرشن بس. تمام؟ كان اف بتاعته اهي هنا المسافه دي هي دي اف بتاعت اللي هي الاوبجيكتيف ودي اف بتاعت السبجيكتيف. اهو لو رجعنا شيل دي من النص يا ولد زعلان اشيل لك دي من النص خالص اهي نرجع للسيستم بتاعنا اهو صح؟ انا كل الحته ان انا هروح قاصص دي وحاطط عدسه في النص عشان تعمل ايه للصوره؟ تقلبها بدل ما انا بشوفها تحت مش انا بشوفها هنا اكستنشن تحت هنا شوفي الريز المنقطه دي انا هشوفها هنا تحت بصي بقى لما عملنا الحركه دي شفناها فين؟ شفناها فوق اهي بصي هتيجي فوق الريز اهي شفت الريز المنقطه دي جت فين؟ فوق يبقى كل اللي انا عملته بس باضافه دي انا عملت ايه؟ انفرشن للايمج بدل ما كنت بشوف الصوره تحت بشوفها ايه؟ فوق انما ما لعبتش في الباور مش انا احط له هيبقى يعني مساحه شويه ماشي انا مش زعلان مش معترض ممكن البريزمات طبعا اقوى بس البريزمات زي العدسات بالظبط بس البريزمات بيبقى ليها سيستم مختلف بص بيقول لك هنا ايه it does not affect the magnification بيرد على سؤالكم بقى اهو العدسه دي اللي هي الاديشنال لينس دي it does not affect the magnification because the image of the object is at 2f of the additional lens يعني ما دام في 2f يبقى تتكون في 2f الناحيه الثانيه فبالتالي ما بتلعبش في الماجنيفيكيشن انما بتغير الدايركشن بس بتاع الاوبجكت. مش تقول ايوه اللي هو سي اللي هو سنتر اوف روتيشن صح؟ الماجنيفيكيشن هي بقى زي الاسترونوميكال بالظبط الديس ادفانتج ايه ان هو ايه؟ لونج تلسكوبس
تمام. بص بقى بيقول لك ايه لما تعوز تلسكوب اكس 4 او اكس 6 تلسكوبس، ودي احنا بنستخدمها على فكره، دي لوبس بتاعت الجراحه بتاعتنا، لوبس طويله تمام. Stronger are usually Keplerian in design which gives optically superior image. تمام؟ But more expensive with a smaller exit pupil requiring for better centering image. يعني ايه الكلام ده؟ بص لما تحتاج اللوبس دي، لو هتحتاج 4 او اكس 6 اللي هو اللوب بتاع كيلر ده اللي احنا بنستعمله كتير ده في الجراحه، انتوا ما عارفش تستعملوش اللوب انتوا خالص ده. احنا كنا زمان اساسي اللوب ده كان عندنا اساسي، كان مفيش ميكروسكوبات. كانت لمبه العمليات على عين العيان واحنا لابسين اللوب ده، واخد بالك ازاي؟ ونخلص العمليه نروح رافعينه لفوق كده، ليه مفصله كده ترفعه لفوق. وكنا نحط الاوبتيكال كوركشن بتاعنا ليه؟ عشان اشوف البارلل ريز، مش انا الريز جاي لي من التلسكوب شكلها ايه؟ بارلل، فانا عايز اشوف البارلل ريز كاني ببص على حاجه فار ايه؟ فار اوبجكت، فلازم احط الكوركشن بتاعي في النضاره. فكنا نعمل النضاره بتاعتنا، نفك اللوب ده ونوديه للنضارات يعمل لك مقاس نضارتك العاديه تمام، وبعدين تروح مركب عليها اللوب دي بتربط المسامير بتاعته ويركب عليها عادي خالص، وتظبط بس انت الاي بي دي بتاعتك. الاي بي دي كنا الاول ناخد وقت بس نظبط الاي بي دي ونتعلم، بعد كده تشتغل في وركينج ديستانس بعيده شويه لانه بيقرب الحاجات البعيد وبيكبر لك الصوره. ده بيكبر 6 تايمز زي ما اتفقنا. بص اهو ادي البريزماتيك ده بقى بيتركب فيه بريزماتيك سيستم عشان يعدل لك الصوره. طب ليه ما استخدموش لينس؟ هاخد مسافه اطول، كان هيبقى طويل قوي، كان هيبقى مسخره خالص تمام. ما ينفعش ما اقدرش اشيله على مناخيري بقى، عايز مناخير مساعده معايا تمام. فهم حطوا بقى البريزماتيك سيستم عشان البريزماتيك سيستم ايه؟ بياخد شورت ديستانس عن السيستم التاني. الكبلاريان باينوكيولرز كونتين بريزمز اهي تو اريكت اذروايز انفيرتد ايمج، لازم تحط بريزم والا اذروايز هتشوف ايه؟ الايمج مقلوبه. طب لو سمحت يس البريزم ده من ديسبليسمنت الايمج، ما تحط اثنين، انت بتحط كذا واحد، ممكن تعمل ريفرشن زي ما انت عايز. مش خدنا الدوف بريزم، خدنا كام واحد نوع من بريزم، حط تقدر تلعب بالصوره زي ما انت عايز، وديها اي اتجاه اللي هو التوتال انترنال ريفليكشن اللي بيحصل فيها في انواع البريزم اللي خدناها. بيقرب المسافه من بالظبط، بيكبر لك كمان، بيكبر. ده انا كنت بشتغل بيه زي الميكروسكوب، انا كنت بعمل بيه كل حاجه ده. يعني كنا نعمل بيه الجلوكوما والسبسكيت ترابيكليكتومي الجميله والكاتاركت اكستراكشن الجميله، كل حاجه. انا كنت بشتغل بيه كل حاجه. خدت بالك؟ هو عيبه الوحيد احنا ليه قلبنا عليه؟ لاني ما بشوفش بيه الريد ريفليكس. ما فيش كوكسل. عشان تشوف الريد ريفليكس لازم تبقي انت والعين اونلاين، وبعدين اعدل لك الصوره اجيبها لك زي ما هنشوفها في الميكروسكوبات بعد كده. ان انا هاخد الصوره من عين العيان كوكسل مع اللايت، او ما اشوف الريد ريفليكس. لما احتاجنا بقى الاكسترا كاب، الاكسترا كاب كنا بنحب قوي نشتغل على ايه؟ خلفيه الريد ريفليكس مش على الاوبليك الومينيشن. يعني قبل كده كنا بنشتغل انترا كاب اللي هو نفتح الكورنيا ونحط الكراي ونطلع اللينز. خدت بالك؟ فلما احتاجنا نشتغل على ريد ريفليكس ما نفعناش اللوب. عشان كده تلاقي اللوب دلوقتي مخلينه الايه؟ عمليه سكويد، عمليه ديتاتشمنت، هنركب باكل، هنركب مش عارف ايه، هنعمل اوكيروبلاستي. بتوع الاوكيروبلاستي بيشاوروا بيه على طول. على طول الاوكيروبلاستي تلاقيه معاه. خدت بالك ازاي؟ هيفك ستيتش مش عارف ايه كلام فوق، يعني في حاجه مش عايزه ريد ريفليكس. اللي خلانا بقينا لازقين قوي في الميكروسكوب ان الميكروسكوب بيدينا حاجه اسمها ايه؟ كوكسل لايت، ان انا عشان اشوف وابقى شايف الريد ريفليكس بتاع العين. انما غير كده كنا بنشتغل بده كل حاجه تمام. ده كان النوع الغالي بقى اللي هو ده تقريبا يعني مش زي الميكروسكوب بالظبط، يعني في الالومنيشن سيستم كمان بتاعه. يعني بص كان في نوع بيركب كده تمام، وكان الايه بس ده كان غالي بيني وبينك كل حاجه، ده كان غالي قوي. احنا كنا بنشتغل بالانواع دي اللي بتركب على النضاره دي، كانت ارخص شويه. اللي بقى معاه الطقم ده بقى كان يزيد له مثلا 500 جنيه ولا حاجه زياده عن السعر الاساسي، فكنا بنستغلها. طبعا لو في اليمنيشن سيستم تاخد لك كمان 500 هتزيد لك 1000 جنيه تمام. فكان نشتري ميكروسكوب اسهل، يعني اسهل. نيجي بقى للجاليليان تلسكوب. سيستم الجاليليان عامل ازاي بقى؟ بص اهو بيوريك عشان ما تنساهوش طول عمرك ان الجاليليان تلسكوب بلس لينس مع ماينس لينس. الجاليليان تلسكوب از بلس لينس مع ماينس لينس، بلس مع ماينس، بلس مع ماينس تمام. اهو تعالى بص
it has a weak positive lens, objective lens. الobjective التملي التملي الobjective بتبقى ايه؟ weak positive. يبقى احنا موحدين السيستم. هنا بقى الاي بيس هي اللي سترونج, بس الكبلاريان كانت بوزيتيف لينس, انما في الجاليريان از ايه؟ از نيجاتيف. واضح الكلام؟ خلاص. يبقى في كلتا الحالتين وي هاف اوبجكتيف بوزيتيف وي بوزيتيف لينس, انما في الكبلاريان كانت الاي بيس بوزيتيف, انما هنا از نيجاتيف اي بيس لينس. بص اهي ادي الاوبجكتيف, ده جاليريان تلسكوب. الاوبجكتيف لينس بتبقى ويك بوزيتيف, انما الاي بيس بتبقى ايه؟ سترونج نيجاتيف لينس. تمام؟ اهي بص اللي عايز يصورها عايز يصورها اتفضل. ادي الاوبجكتيف وادي الايه؟ السبجكتيف لينس الاي بيس يعني. ادي بص اهي نيجاتيف لينس, كونكيف لينس سترونج كونكيف لينس, والكونفكس لينس از اي ويك كونفكس لينس. بص الجاليريان تلسكوب هاز ا ويك بوزيتيف اوبجكتيف لينس and a strong negative eyepiece lens. The lenses are separated by the difference of their focal lengths. طبعا دي ازاي دي بقى؟ بص الرسمة دي مهمة جدا, خلي بالك. دي الobjective lens كانت زائد 10, الeyepiece lens كانت ناقص كام؟ 20 stronger negative. ده الفوكال ديستنس. بص بقى الفوكال ديستنس تعديه فين يا شباب؟ اصحوا بقى عشان تعرفوا ترسموه. الفوكال ديستنس بتاعت دي هنا اهو, اهي الخط الاخضر الطويل ده اهو. تمام؟ ده الفوكال ديستانس بتاعت العدسه دي, يعني دي بوزيتيف ويك لينس. انما النيجاتيف لينس دي بقى الفوكال ديستانس بتاعتها هنا دي. تمام؟ يبقى ده معناه ايه؟ انه برضو اف بتاعت العدسه دي والاف بتاع العدسه دي دي ار كوينسايد, الاثنين في نفس المكان اهي. اهي بص دي اقرا الكلمه دي, the principle for psi coincide. F2 بتاعت الconvex lens و F1 بتاعت الconcave lens. اشمعنى؟ اشمعنى سمينا دي F1 و F2؟ ايه بالظبط, الconvex lens الناحية دي بتبقى F2, انما الناحية دي في الconcave بتبقى F1, F2 بتاعتها الناحية صح؟ فهي اهي ده معناها اهي two principle for psi coincide. دي معنى الكلمة دي, ان تو برينسيبل فور ساي كوينسايد, بيبقوا الاثنين في نفس المكان عشان تعرف ترسمه. لو قال لك ارسم لي جاليريان تلسكوب, جاليريان تلسكوب بلس مع ماينس, واحنا تبلي متفقين ووحدنا خلاص ان الاوبجكتيف هتبقى ويك بوزيتيف لينس في الاثنين, الاي بيس هي اللي مختلفه. تمام؟ في الكبلاريان النقطه اللي فيها التو فور ساي كوينسايد كانت بين العدستين, خلي بالك من الكلمه دي. في الكبلاريان كان النقطة اللي فيها التو فور ساي كوينسايد كانت بين العدستين صح؟ أقرب ناحية الأي بيس, أقرب للأوبجيكتيف, لأن الأي بيس هي اللي كانت سترونجر صح؟ هنا النقطة دي هتبقى فين؟ هتبقى ورا الأي بيس, ورا الأي بيس. في الجاليريان هتبقى ورا الأي بيس زي ما أنت شايف. خليك فاكر الرسمة دي مهمة أوي. تمام؟ أهي هنا بقى بص دول بقى هي الدفرنس بتوين الفوكال لينزز, هو ده اللي هيبقى الفرق بينهم. الدفرنس ما بين الخطين دول الخضر دول هو ده المسافه بين الاثنين بين العدستين. انتوا تملي يا اولاد بتوع التلسكوبس دول بالذات مش تملي ليه عمالين يعملوا فوكس والانبوبه اللي فاكرين التلسكوبات الروسي اللي بتتباع دي, عمال يطلع الانبوبه ويدخل الانبوبه بيظبط المسافه ايه؟ دي اللي هي المسافه بتوين ذا اي بيس اند ذا اوبجكت عشان يوصل للمرحله دي. دي بتبقى ليها علاقه بان كان في ريفراكتيف ايرور ولا لا؟ ده اذا بقى عندك ريفراكتيف ايرور, واذا كانت المسافات برضو مختلفه, اذا كانت بعيده ولا بعيده قوي ولا بعيده خالص, فاهمه ازاي؟ يعني بتفرق في الحاجات دي لما تعملي فوكس. مش حاجه مش ستاندرد. لا مش ستاندرد. يعني يا دكتور الصوره انا بشوفها قريبه على حسب ما انا مظبط المسافه دي. هي الصوره اهي. تعالي نشوف زي الفوكس بتاع الميكروسكوب في العالم. بالظبط زي الفوكس كده بتاع الميكروسكوب. بص هنشوف هنا, بص ادي الاوبجيكتيف لينس اهي ويتش از ا ويك بوز. الريز جايه هنا وادي الثانيه سترونج ايه؟ نيجاتيف اهي. تمام؟ ادي بقى بص بقى هنا ايه؟ الريز جايه دخلت على الاوبجيكتيف هيحصل لها ايه؟ دي بوزيتيف هتبقى كونفرجن. تمام؟ طب الكونفرجن دي احنا عايزين نخرجها ايه؟ بارلل صح؟ يبقى انا عايز اخرجها بارلل. تمام؟ اقوم اخرجها بارلل ازاي؟ احط لها النيجاتيف دي في وشها, اخلي الكونفرجن تبقى بارلل. تمام؟ طب لما تبقى بارلل هتروح فين؟ هتروح كده. تمام؟ اهي لما تبقى بارلل هتروح كده.
طب ايه بقى النقطة دي؟ الفوكال بوينت بتاعت الاثنين ده دي الفوكال بوينت اهي. لو العدسة دي ما كانتش موجودة هنا كانت الريس دي مشيت اتلمت هنا صح؟ كانت مشيت اتلمت هنا. طب حد يقول لي في عيب كده في الرسمة دي؟ في عيب مش حلو في الرسمة دي؟ لا لا اظبطها لكم بس انا اظبطها لكم اوعى عليا ما تزعلوش بس هنجيب دي كده تمام ونروح مختارين خط جديد كده هنا اهو تمام صح كده كده يبقى الرسم عدل صح يبقى محدش ضحك عليه. ليه اللايت ريز نزلت هنا ايه فرق وطلعت من هنا ايه وده اي سيستم تلسكوب بيبقى كده. بس هو بقى بص اهي انا بظبط بقى الانيميشن بعد كده مش مشكله بس بص الريز طالع من هنا بارلل. لو انا ما كنتش حطيت دي كانت هتتجمع هنا تمام والبارلل دي نفس القصه دي الفوكال بوينت بتاعتها هنا العدسه دي اللي هي بتبقى دايفرجنت يعني لو بارلل ريز نزلت من هنا هتبقى دايفرجنت بالشكل ده صح. طب الصوره هتبقى فين بقى اهي هتبقى هنا إيه؟ على امتداد البارلل ريز يبقى كانها في الانفينيتي. امال الماجنيفيكيشن هتيجي منين؟ ها ردي عليا بقى الماجنيفيكيشن هتيجي منين؟ من دي يو جيت ات من الزاويه دي الماجنيفيكيشن هتيجي من الزاويه دي لان هنا تقريبا مفيش زيرو ماجنيفيكيشن انما هنا الماجنيفيكيشن كلها هتيجي من هنا صح؟ هتيجي من الزاويه دي. هي مش الماينس كانت تعمل البريك كانت تعمل لهم دايفيرجنس بس هم اصلا داخلين عليها ايه؟ كونفرجنت احنا حطيناها في وش الكونفرجنت فما لحقتش تعمل لهم دايفرجنت خليتهم بارلل. يو جيت ات ده؟ احنا حطيناها اعتراضيه في السيستم بحيث ان لو عدناها شوي كان دخلوا الريل دايفرجنت؟ لا كانوا هيخش عليها كونفرجنت ويطلعوا منها دايفرجنت ما كناش نشوف حاجه. عشان كده انت ممكن تمسك التلسكوب ما تشوفيش حاجه. تفضلي تقربي التيوب العدسات دي من بعضها لغايه ما تشوفي صوره واضحه كلير. تمام؟ انت هتشوف الصوره كلير لما الريز اللي طالعه من التلسكوب تبقى ايه؟ بارلل وتخش عينك بارلل تقوم انت تشوف الصوره دي، يبقى الماجنيفيكيشن هنا هتيجي منين؟ من الانجل الماجنيفيكيشن. تمام؟ دكتور يس yes. الريز داخل كده قابل عدسه بوزد هيطلع كده بوزد دي نيجاتيف قابل عدسه بوزد دي نيجاتيف. ثانية واحدة بص انا الريز دي ماشية بارلل خلاص؟ لما دخلت هنا دي خبطت في عدسه بوزد بقت ايه؟ كونفرجن. هي ما وصلتش الفوكس بتاعتها ده هي كونفرجن. المفروض اللايت اللايت ريز لما يقع على العدسه دي تمام؟ لو كان بارلل هيبقى دايفرجن. طب ده دخل ايه؟ كونفرجن. فهو داخل اصلا كونفرجن فعلى ما هي حاولت تشتته لحقناها احنا هو ايه؟ بارلل قبل ما تشتت. يو جيت ات؟ تاني بصي الريز داخله هنا كونفرجن اصلا لان هي كانت هتتجمع في النقطه دي صح؟ العدسه الماينس خلينا نتخيل اي عدسه ماينس. العدسه الماينس لو نازل عليها بارلل ريز تعمل فيها ايه؟ دايفرجن. طب لو نازل عليها كونفرجن ريز في ثلاث احتمالات. لا مش بارلل ما تاخدنيش عشان في ثلاث احتمالات ها؟ يا تعمل لها تفضل كونفرجن خد بالك يا تبقى بارلل هتبقى سلايتلي دايفرجنت. خد بالك؟ احنا هنصطادها لما تبقى ايه؟ بارلل. ودي مش هتيجي الا اذا كانت الفوكس بتاعت دي والفوكس بتاعت دي اركو ايه؟ كوينسايد. تمام؟ اهو دي اركو انسايد. اتفقنا؟ لازم دي مش هتيجي ان دول يطلعوا بارلل كده الا اذا وصلنا للاوبتيكال سيستم اللي احنا مطبقين عليه ان اف 1 بتاعت دي واف 2 بتاعت دي يبقوا الاثنين ايه؟ كوينسايد ديسك. تمام؟ ده اللي هو بقى ايه؟ جاليليان تلسكوب. ده اللي بقى بيقول لك ايه؟ With any telescope the secondary focal point of the first lens must coincide with the primary focal point of the second lens. With Galilean telescope the second lens is minus lens and two the primary focal point is virtual. اللي هي النقطة اللي احنا اخترناها ورا اللي هي دي. عشان كده F1 و F2 اهي دي برضه احنا هنعدل انا بنعدل الصورة دي هنعمل ريد ده انما بص اهي دي
مش هنوصل للاوبتيكال سيستم ان انا اشوف الريز دي فرق الا اذا كانوا الاثنين ايه كويسه. طب هنا الصوره عدله ولا مقلوبه؟ لا عدله. طلع عدله ايه؟ ما يفوق الخط مش صح. بس ايه عشان كده دي ممكن تاخد سايد ثانيه غير الكبلاريان. الكبلاريان كان بيدي نيجاتيف لانه الصوره مقلوبه تمام اهو. يبقى ده المنظر بقى بتاع الجاليريا تيليسكوب. والبرنسبل دي لازم تبقى معروفه عندنا كويس قوي، ان تو فول سايد هم كويس مع بعض، وان المسافه بين العدستين في الجاليريا هي السميشن ديفرنس. سوري ديفرنس، ما التاني كان هو السميشن بتاع الكبلاريان صح كده. جاليريا تيليسكوب فورم ان اريكت ابرايت ايمج زي ما اتفقنا على طول، مش محتاج انفرشن تمام اهو تمام. ادي جاليريا تيليسكوب. الانجلر ماجنيفيكيشن اوف التيليسكوب از ايكوال تو ذا باور اوف ذا اي بيس ديفايدد باي ذا باور اوف ذا اوبجكتيف لينس. ايه الماجنيفيكيشن اوف ذا تيليسكوب اللي هي نيجاتيف، بس هي لان هي دي فيرتشوال فالنيجاتيف في نيجاتيف هتطلع بوزيتيف في الاخر لان الصوره تطلع ابرايت باور تمام. Galilean telescope have several practical advantages for low vision work. في الناس اللي عندها low visual aids the image is upright without the need for image erecting prism and the device is shorter. خدت بالك؟ بص Galilean telescopes typically are 2 or 3 or 4 times the strength، ما بيزيدش عن كده، inexpensive, light and they have larger exit pupil which makes centering lens difficult. بص اوريك حاجه، دي اللوبس الصغيره خالص اللي هي اللو ماجنيفيكيشن اللي هي تديك اكس 1 او اكس 2 يعني ماجنيفيكيشن 1 او 2. لما اخترنا 4 و 6 اخترناها كبلاريان وحطينا فيها ايه؟ كوركتنج بريزما او اللي هي الانفرتنج بريزما او انفرتنج لينز. انما لغايه اكس 4 ممكن تستخدم جاليريان تلسكوبس العاديه ترى. عشان كده دي كانت تبقى ارخص قوي، يعني ممكن تشتري اللوب ده رخيص جدا، الثاني تلاقيه اغلى تمام؟ ايوه. تلسكوبيك لوبس بقى كان بروديوس اثينوبيا. خلي بالك بقى من القصه دي، ان اللوبس ممكن لما تشتغل بيها تصدع وانت ما تبقاش عارف ليه. تلسكوبس ما هو اهي تلسكوبيك لوبس دي كان بروديوس اثينوبيا with any type of refractive error. If binocular loops are not aligned properly, vertical or horizontal phorias can be induced. خلي بالك بقى انا عايز اقول لك حاجه، تملي بقى عشان كده قلت لك ايه، لما بنحب نركب اللوبس بنركبها على نضارتي عشان ما تعمليش الايه؟ السينوبيا. انا ممكن تجيب لي الصوره القاعده دي تجي لي ورا الريتنا، طب عشان اجيبها على الريتنا اعمل اكوموديشن، او تجي لي قدام الريتنا وابقى انا بليرد، ودي ما بقدرش العب فيها لان هي دي بتبقى ثابته، دي بتبقى ارقام ثابته انا ما بلعبش فيها تمام. دي بص دي كانت ايه؟ وايد انجل، الثانيه كانت سمول انجل، البيبل اريا بتاعتها كانت صغيره. الحاجه الثانيه زي ما بقول لك مهم جدا تتعلم تظبط الاي بي دي، انك تحط صباعك كده على 35 سنتي وتبتدي تفك دي وتفك دي وتبتدي تقربهم لغايه ما تشوف الصوره واحده، زي ما بتظبط الاي بي دي بتاع الباينوكلر بتاع الايه الاوبسالموسكوب بتاعك. لازم مهم جدا اي جهاز تقعد عليه، ميكروسكوب حاجه زي كده، التلسكوبس، الاندايركت اوبسالموسكوبس، اي جهاز جديد هتشتغل عليه لازم تظبط مين؟ الاي بي دي. حتى في الميكروسكوبات الباينوكلر لازم تظبط الاي بي دي، والا هيجي لك الاسينوبيا دي نتيجه المال الاينمنت دي، لان عينيك مش هتبقى سنترد كويس وهتبقى عامل يا اما اكزو يا اما ايزو ديفيشن، بعد شويه يبتدي يجي لك هيد جامد جدا. خدت بالك؟ لازم تظبط الاي بي دي. احنا طبعا اول ما اشتغلنا بقى كنا عاملين زي الفلاحين كده، بنروح حاطين بتاع اللوب ده ونبص بس وخلاص ونحاول نشوف بعينين الاثنين بس، كنا نطلع اخر يوم العمليات ده مصدعين صداع رهيب. صداع يقعد معاك يخليك نايم مقلوب دايخ كده زي المدروخ كده. ما يروحش الا لما تنام، لازم تنام نوم عميق جدا معتول بعد العمليات طبعا. بس طبعا ابتدينا نعرف ليه السبب، انك ما كناش بنظبط القصه بتاعت الاي بي دي كويس. لما تتعلم تظبط الاي بي دي الصداع ده يختفي تماما. بص بقى ساعات تبقى في حاجات سيلف اليومينيتد كده، دي حاجات جميله اهي. دي طبعا بيستخدموها بتوع البلاستيك سيرجري وبتوع النيورو سيرجري، بتديهم ماجنيفيكيشن، هو عايز ماجنيفيكيشن مش كبيره قوي زي بتاعتنا، فبيبقى محتاج حاجه بسيطه زي كده. Adapting the working distance too far inside the focal distance of the head can require excessive accommodation even for myopes. يعني ايه؟ لو انت ابتديت تشتغل جوه الفوكال ديستانس بتاعتك هتبتدي تعمل accommodation، يعني لو الصوره ابتدت تجي لك من عرقتنا ورا رجلك هتبتدي تعمل accommodation عليها. This will cause much more asynopia. تمام؟ اهو بص
ادي ادي منظر اللوبس الصغيره دي سيلف اليمينيتد برضه دي حتى كان على النضاره بس سيلف اليمينيتد اهو. الادفانتجز بتاعت الجاليريان ايه؟ اولا بيدينا ايمج ايه؟ ايركت مش محتاج انفرجن، ماجنيفايد ايمج، كومباكت صغير حجمه صغير، لايت ويت سيستم سو كان بي ماونتد على السبكتكل فريم تمام بسهوله يعني تقدر تعمل له ماونتد بسهوله. ادابتد تو سي نير اور فار اوبجكت سيبريتلي نوت اتبوست توجذر يعني يا تظبط على النير بس يا على الفار بس، عايز تشوف بيه فار بس تظبط، عايز تشوف نير بس تظبط تمام. الديس ادفانتج بتاعت الجاليريان سمول فيلد ديو تو هاي ماجنيفيكيشن، الماجنيفيكيشن بتاعته بتبقى عاليه فالفيلد يبقى اقل، خلي بالك كل ما الماجنيفيكيشن تزيد الفيلد يقل. الاوبجكت از بليسد كلوزر تو دي اي، المسافه بتاعته النير الوركينج ديستانس بتاعته بتبقى قريبه. ايه بقى الابلكيشنز في حياتنا في التلسكوبس؟ بص في ابلكيشنز بتحصل عندنا تلسكوبس من غير ما نحس. لما كنا نشيل اللينس ونحط نظاره تخينه قدام عين العيان، تشيل اللينس يعني كانك حطيت هنا ماينس لينس وتحط عدسة بلس لينس كبيره قدامك، يبقى انت عندك هنا بلس لينس وهنا ماينس لينس، ودي كانت تبقى زائد 10 ودي كانت تبقى ناقص 18، المفروض جوه العين 18 صح؟ يبقى دي بقت عامله زي مين؟ زي الجاليريا اهي. بص دي بقت عامله زي الجاليريا التلسكوب، انك انت تبقى لابس عدسه هنا ومفيش هنا، دي بتبقى عامله زي الجاليريا التلسكوب. ليه؟ لان الكوركتنج لينس از هايلي بوزيتيف لينس والاي ريجارد از هاي نيجاتيف لينس تمام. طب بص دي الواحد هاي مايوب، هاي مايوب يعني ايه؟ عينه قويه جدا بوزيتيف لينس وانت بتحط له سترونج نيجاتيف لينس، يبقى ده عامل زي الجاليريا بس ايه؟ مقلوب. يبقى الهاي مايوبس معاهم نظاراتهم بيبقى معاهم ايه؟ انفيرتد جاليريا التلسكوب، ده اسمه انفيرتد جاليريا التلسكوب. يبقى خلي بالك افيكيا كوركتد باي لينسز او هاي مايوب كوركتد باي لينس، بس الهاي مايوب كوركتد باي لينس بتبقى انفيرتد جاليريا التلسكوب. طب بص دي شايف الزرار ده؟ ده بتاع لو فيجوال ايدز، ده التلسكوبك لينس، بتحط عدسه هنا وعدسه هنا وتحرك هنا المسافه بينهم لغايه ما توصل للسيستم بتاعك بتاع التلسكوبك سيستم تمام؟ اهي دي اسمها تلسكوبك سبكتكلز، دي بتشتغل في اللو فيجوال ايد وبتشتغل بطريقه الايه؟ برضه الانجلر ماجنيفيكيشن. الاوبرا نظارات الاوبرا والفيلد فيلد جلاسز يسموها الفيلد جلاسز او الاوبرا جلاسز. بص اهي بص بقى البورو بريزما اهو، شوف ده بينقل لك الصوره كام مره، ممكن ينقل لك مكان لمكان تاني خالص عشان بدل ما هي عريضه قوي من قدام كده يخليها لك قريبه هنا عشان الاي بيس بتاعتك تبقى مسافه الاي بي دي مظبوطه. ممكن نستخدم البورو بريزم ده بيغير لك الدايركشن بالتوتال انترنال ريفليكشن بتاعه، يقدر يغير لنا الدايركشن بتاعه تمام. او دي الفيلد جلاسز، او بص الضوء داخل من هنا تمام بيغير الدايركشن بتاعه في البورو بريزم ده يروح طالع لك هنا من الاي بيس بتاعتك بالشكل ده تمام. اهي ادي الاوبرا جلاسز بقى، الناس الكناكس بتوع الاوبرا بيبقوا داخلين معاهم حاجات شياكه كده بتاع الشرطي اللي حاطينها كده على عينيهم بايه؟ قال لي عشان يشوفوا الممثلين قوي فيري كلوز، هو ما هو شايف المسرح بس هو عايز يشوف الايه؟ ديتيلز، يقوم يعمل الايه؟ الماجنيفيكيشن. اهي في اوبرات بقى شيك تديك دي هديه وانت داخل، بتبقى دافعها في التذكره طبعا يعني مش حد بيدي حاجه جدعانه يعني. اهي بيديك حاجات زي كده هدايا كده. الله سيت لامب بتاع كل يوم؟ يس، في تلسكوبك سيستم. الماجنيفيكيشن اللي بتيجي فيه بتيجي من التلسكوبك سيستم بتاعنا اللي هو هنا. الحلقات دي بتدور لك سيستم عدسه هنا وعدسه هنا. العدستين دول اكتنج زي ايه؟ تلسكوب. يبقى دي منطقه التلسكوب اللي هي بتلعب في الماجنيفيكيشن دي. يقول لك ده بيكبر واحد باثنين ثلاثه، بيبقى جاليريان تلسكوب يعني. مش عارف طبعا. اوبريتنج تلسكوب اهو. ده بس قلنا ده بيبقى فيه بقى ايه؟ كوركتنج ايه؟ بريزم. لا ده بيوصل لسته، ده دكتور ماجنيفيكيشن تمام. او ادي الاوبريتنج مايكروسكوب. يبقى شفت ان التلسكوبس دي سوري التلسكوب اوبريتنج تلسكوبس دي بتبقى شغاله. في عدسات دلوقتي انتروكلر لينس تلسكوبك لينس اهي امبلانتبل تلسكوب تكنولوجي، بيحطوا هنا سيستم التلسكوبس بيزرعوه جوه العين. خدت بالك؟ يزرعوه جوه العين اهو. امبلانتبل تلسكوبك تكنولوجي، خدت بالك؟ بيتحط اهو في الايه مكان الانتروكولر لينس بالشكل ده تمام. ممكن نحطها يعني زي البلو فيجوال ايدز فعلا، يشيل الكاتراك تحط دي بدل ما يبقى لابسها بره شكلها وحش والناس شايفاها، ممكن نحط له حاجه زي كده جوه.
بس طبعا دي لسه مازال اندر ترايل، الكلام ده لسه جرير تلسكوب ديزاين دي اندر ترايل. تمام؟ يس. الصوره بتاعت الجرير التلسكوب اللي هي الجاليليان. الجاليليان حاضر. This one؟ دي اللي احنا ظبطناها. كده الصوره في الانفينيتي كده بتشوفها ازاي؟ ما هي البارل ريز لما بتجي لك انت، البارل ريز لما بتيجي على عينك بتبقى فوكس على الرتنا بتاعتك، فانت بتشوفيها الاكستنشن بتاع البارل ريز. تملي احنا بنحس ان احنا شايفين الصوره فين؟ في اللي هي ال 25 سم اللي هي النيرست بوينت اوف تيستنج فيجن. بدل ما انا باصص في حاجه قريبه من عيني، فعلى الرغم ان الريز دي بارل بس انا حاسس ان انا شايفها في ال 25 سم دول. رغم ان انا بتبقى شايفها في الانفينيتي. بالظبط. بالظبط. ما هي دي فكره اللينك الانجلر ماجنيفيكيشن بقى. خدت بالك؟ دي فكره الانجلر ماجنيفيكيشن. يعني شايف الصوره قريبه؟ قريبه، قريبه وكبيره. عشان كده وانت حتى لما بتشوفي الصوره كبيره مش بتحسي لوحدك انها قريبه؟ يعني انت اوتوماتيك لما تشوفي الصوره كبيره بتحسي اوريدي انها قريبه. صح؟ جت؟ لا هي انت هتحسي انها بروجكتد ناحيه الانفينيتي، انما انت مش هتشوفيها في الانفينيتي. ده تشبيه على مسافه 25 سم اللي هي النير بوينت ديستنج فيجن. تمام؟ ليتس جو بقى على جهاز مهم جدا. هنشوف دلوقتي جهاز مهم جدا جدا جدا، وفي سؤال مهم جدا بيجي اسمها البدال برنسبل. البدال برنسبل ده شفوي مهم جدا، شفوي وسؤال مهم جدا. لينس ميتر، فوس ميتر او لينس ميتر، لينس ميتر او فوس ميتر. 192 طبعا 192 كتاب مدرسه. سادة كرام، السؤال ده مهم في امتحان. بصوا انا بقول لكم اهو، انا مش المره اللي قلت لكم الافوكال لينس جت لنا في الامتحان وبتاع، بيبقى عنده حساسيه كده. انا رحت شفتها في امتحان الدكتوراه، جابوا لهم زي ما بقول لك الافوكال لينس والباي فوكال لينس والجونيوسكوبي لينس، ثلاثه لينس جابوا لهم، كان امتحان لينس سكول، فكان امتحان لطيف الحقيقه. بس في حاجات لازم انت عارفها. بدال برنسبل دي من one of the famous questions، لان ده جهاز اللينس ميتر اللي انا بشتغل عليه كل يوم 900,000 مره. I have to know this principle well. تمام؟ دي مهمة جدا. بيقول لك ايه؟ If a positive lens is placed in front of the eye. Positive lens. هنحطها in front of the eye. So that its focal point coincide with the nodal point of the eye. خلي بالك بقى من الكلمة دي. الفوكال بوينت بتاعتها هتبقى هي النودال بوينت بتاعت ايه؟ الآي. يبقى البدال برنسبل هنحط بوزيتيف لينس قدام العين بحيث الفوكال ديستانس بتاعتها او الفوكال بوينت بتاعتها هتبقى هي النودال بوينت بتاعت الآي. The retina angular size does not change when the object is placed anywhere. اهي. ما تزعلش، انا عارف في ناس قفلت دلوقتي. بص بص اهي. احنا هنحط عدسه ايه؟ هنحط عدسه ايه؟ بوزيتيف. قدام العين صح؟ هنحط عدسه بوزيتيف قدام العين صح كده؟ لما نحط عدسه بوزيتيف قدام العين مش اي عدسه بوزيتيف، دي عدسه بوزيتيف فوكس بتاعتها هتبقى مين هنا؟ النودال بوينت. تمام؟ وبالتالي بص لو جاء اي اوبجكت هنا لو خدنا منه اول ري، اول ري ده بيعدي فين؟ هيمشي كده بارلل، هيروح فين؟ هيروح في اف، بس اف دي النودال بوينت بتاعت العيان اهي. خلي بالك اهو راح نازل هنا صح؟ طب حط بقى الاوبجكت ده هنا، خد منه بارلل راي. الله، ما يفوكس نفس المصر، ما هو ده بيعدي من غير ريفراكشن صح؟ اللي بيعدي في النص ده بيعدي وزاد ريفراكشن صح كده؟ وده البارلل بينزل يعدي في النقطه دي. طب حط الاوبجكت هنا، حصل تغيير في الماجنيفيكيشن؟ ها؟ ما حصلش تغيير في الماجنيفيكيشن. ها مقتنع ولا مش مقتنع؟ مقتنع ولا لا؟ ها؟ يلا قبل ما نقلق، اصل دي هتعتمد عليها فكره مهمه جدا يا اولاد. ايه هي الفكره؟ ان احنا لما بنشوف تارجت بتاع اللينس ميتر ونحط عدسات في السيستم، التارجت يبقى بليرد، انما لا يكبر ولا يظهر.
فهمنا فكرتها جايه ازاي؟ انك انت لما بتبص في اللينس ميتر هتشوف تارجت. دلوقتي هنشوفه مع بعض الاوروبيان دوت تارجتس دي. هنشوف التارجت وتحط العدسه يوم يحصل بلايرنج، لما يحصلش تشينج في الماجنيفيكيشن. ليه؟ عشان نظريه مين؟ اخونا باتال برنسبل دي. خلاص؟ عرفت يعني ايه باتال برنسبل؟ معلش استاذنكم هنقراها تاني. معلش انا بحب اذاكر معاك. اهي if a positive lens is placed in front of the eye so that its focal point coincide with the nodal point of the eye, the retinal angular size does not change when the object is placed anywhere. حط الاوبجكت في اي حته انت عايزها، الاوبجكت سايز مفيش انجلر ماجنيفيكيشن هتحصل عندك طالما انك حاطط عدسه بعدها البؤري هو النودال بوينت بتاعت العين. خلاص؟ وادي هنشوفها تاني سوا. ادي عدسه بوزيتيف بعدها البؤري هو النودال بوينت بتاعت الاي اهي اف دي. اف بتاعت العدسه اللي هي ان بتاعت الاي. دي اف بتاعت العدسه اللي هي ان بتاعت الاي. تمام؟ اهو لما تيجي بارادايز ريس كده لازم تعدي في اف دي اللي هي ان بتاعت الاي. تقوم تعمل ماجنيفيكيشن دي. غير المسافه مش هتغير السايز ده زي ما انت شايف. دي نظريه مين؟ بدال برنسبل. تمام؟ The size of the retinal image remains constant, independent on the moving of the target along the visual axis. This is because the angular magnification at the nodal point remains a constant the same. يبقى هي دي نظرية بدال اللي اعتمد عليها تماما جهاز اللينس ميتر اللي احنا هنشوفه دلوقتي. خلاص؟ دكتور، لو انا اعرف منين ان البلس لينس دي فوكال لينس بتاعها هي النودال بوينت؟ انت عارفه النودال بوينت بتاعتنا فين؟ على مسافه كذا من الكورنيا. انت هتحطي لينس قدامها، اللينس دي على مسافه قد ايه من الكورنيا؟ ضيف عليهم ال 7 مللي بتوع النودال بوينت. تمام؟ يبقى دي فوكال ديستانس بتاعت العدسه دي، صح؟ يبقى لما احط العدسه دي يبقى هي الفوكال بوينت بتاعتنا بالنودال بوينت. مسافات كلها معروف. استخدم الريديوس ده سكيماتيك اي ريديوس ده هتديك الكلام ده سهل يعني. ادي الجهاز الخطير اللي احنا كلنا لازم نتعلم نستعمله. خلي بالك ده مهم جدا يعني. انا اللينس ميتر ده من الاجهزه هو الروتوريف الحقيقه يعني. عملوا تغيير في حياتي جوهري الحقيقه يعني. قبل البتاع ده كنت اقعد امسك اللينس بتاعت العيان واعمل له كده اشوف اي خط في الحيطه. فاكرين اللينس ايدنتيفيكيشن بلس وماينس؟ وبعدين اقعد امسك من الصندوق. ايوه انت يابا استجماتيزم يعني تقريبا مقاس نضارتك مقاس سته. كانت عمليه قاسيه جدا انك تعمل نيوتراليزيشن والكلام الهبل ده. تمام؟ طبعا لما اللينس ميتر ابتدينا نشتغل بيه، لا انت بتحط اللينس وتروح باصص ظابط تقيس مقاس النضاره بالاكس بتاعها وفيها بريزم ولا ما فيهاش وفيها، فاهم ازاي؟ تقدر تقيس الكلام ده كله. طبعا الجنريشن اللي بعد كده اللي هو بقى الاوتو لينس ميتر الجديد بقى، طبعا ده موضوع تاني، ده ملعب تاني خالص. تمام؟ بيديك برنت بقى ولا وبعدين كل حاجه بقى. الاكس والاي بي دي كل عين لوحدها ومجموع الاي بي دي في الناحيتين والابريجنز اللي في العدسه ويديك اللي انت عايزه. تمام؟ فده سيستم تاني خالص. على الاقل احنا هنتعلم ده، لازم نتعلم ده. تمام؟ بص الفوسي ميتر اللي هو اللينس ميتر اللي هو بيقيس الفوكال باور. تمام؟ is used to measure the vertex power of the lens. The vertex power of the lens. The axis of the major powers of astigmatic lens. يعني بيديتكت ويميجر الاستجماتيزم. وبعدين الباور اوف ابريزم. الباور اوف ابريزم. شفت الداتا؟ الفيرتكس باور بتاعت العدسه، الاكسس بتاعت الميجر باور بتاعت الاستجماتيزم يعني ديتكت وميجر الاستجماتيزم، واخر حاجه الباور بتاعت ايه؟ البريزم. الفوسي ميتر عباره عن تو مين بارتس. فوكسنج سيستم and the observation system. The focusing system that compromised of an illuminated target and the collimating lens. يعني ايه collimating lens؟ تمام؟ اللي هي العدسه اللي تاخد الريز من التارجت تطلعه لك بارلل. تطلعه لك بارلل. شوف ما بنسيبش كلمه مش عارفين معناها. جت collimating lens تعريفها تحتيها على طول عشان وانا عارف الصقور اللي قاعدين مستنيين وكده. الرب يقول لك يعني ايه collimating lens؟ اول واحده هترفع ايدك تقول لك يعني ايه collimating lens؟ انا جاهز اهو. بص بيقول لك ايه؟ The target is usually a ring of dots. تمام؟ Formed by a disk which is a circle of small holes
تمام is punched and behind it there is light source. يعني وراها على طول في light source. Green light is used ليه؟ to eliminate the chromatic, عشان يقلل الكروماتيك ابريشن. بنستخدم الجرين لايت عشان نقلل الكروماتيك ايه ابريشن. اهو لما تبص حضرتك في اللينس ميتر تشوف المنظر ده صح. حتى انت انا اقول لك حاجه، اول ما تيجي تستخدم اي جهاز لينس ميتر لازم تظبطه. يعني ايه تظبطه؟ تروح منوره وباصص وتعمل فوكس لغايه ما تشوف دي وتتاكد انك شايفها واضح لما يكون هو بيقرا صفر كده يبقى مفيهوش خطا. تمام. وفي نفس الوقت البراجل بقى والمناقل اللي هنشوفها دلوقتي اللي هي التارجتس الثانيه اللي هي بنشوف بيها الاكسس وبتاع تبقى كمان فوكس. يعني لازم دي تبقى فوكس والمنقله تبقى فوكس والجهاز بيقرا صفر. لازم تظبط الثلاثه دول قبل ما تبتدي تشتغل بيه والا يبقى انت بتهرج. فاهمين؟ يعني هو لو بقيت فوكس بس مش على الزيرو يبقى يا اما انا عندي ايرور يا اما الجهاز تروحي ظبطي الاي بيس تظبطي الاي بيس ده الايرور بتاعك انت لازم تظبطيه. انما لازم السيستم يمشي كده خلاص. لازم السيستم يمشي كده اهو. ده التارجت يا شباب اللي معظم اللينس ميترز شغاله بالجهاز ده. التارجت ده اسمه يوروبيان دوت تارجت، اسمه اليوروبيان دوت تارجت اللي هو الاخضر ده. وليه اختاروا اللون الاخضر؟ عشان يقلل الكروماتيك ابريشن. تمام. بص اهو ادي بقى الاليمينيتنج سيستم، ادي التارجت بيبقى وراه في لمبه بتنوره فالضوء هيطلع منه كده. هنحط العدسه الكولوميتر. العدسه الكولوميتنج دي بتعمل ايه؟ تخلي الريز دي تطلع بارل. يعني بالبلدي كده انت اكيد في اف بتاعت العدسه دي صح؟ ما عشان الريز تطلع من هنا بارل لازم تكون انت هنا فين؟ في اف بتاعت العدسه دي اهو. بص ايه الكولوميتنج لينس از فيكسد. تمام اهي، وادي الريس تطلع بارلل كده منها. هنا بقى بصوا التارجت ده بقى انت ممكن تبعده وممكن تقربه وانت بتيجي تقيس يديك من اول ماينس 20 دايوبتر لغايه زائد 20 دايوبتر. يعني الحركه دي ممكن تلعب فيه انت بقى. المسمار اللي انت بتلعب فيه ده بيحرك الايه؟ التارجت ده اللي هو بيقيس اللينس باور اللي انت بتحركيه ده بالظبط. هو بيقرب ويبعد دي. تمام. لو احنا انسي القصه دي، احنا هنقول الجهاز لسه ما عملناش فيه حاجه خالص، عباره عن ايه؟ التارجت ينور، الريز تطلع من السيستم ده ايه؟ بارل. خلاص. طيب الريز البارل دي هناخدها على سيستم تاني بقى عند الاي بيس. الاي بيس لازم بدل بريز. الاي بيس لازم تبقى فيها بدل ايه؟ بريز. يبقى الاي بيس دي مش اي اي بيس، دي اي بيس عباره عن بوزيتيف لينس. تمام. بحيث الصوره تبقى عندي فين فوكس بتاعتها، فين النودل بوينت بتاعتها. خلاص. تمام. عشان مهما بعدت بالتارجت وقربته ما يحصلش عندي تشينج في الماجنيفيكيشن. خلاص. تمام. بص بيقول لك ايه، ذا بوزيشن اوف ذا كولميتنج لينس از فيكسد بس ذا تارجت ماي بي موفد ريلاتيف تو ات. خلي بالك بقى السيستم ما يعمل ازاي، ان دي ثابته تملي، اللي هيتحرك هو مين؟ تارجت، هو اللي بيطلع وينزل بالزرار بتاعنا. تمام؟ طيب ادي بقى بص اهو، ادي التارجت وادي الفايبرز وادي اللايت ريز تطلع منه كده. تمام. ادي الكولميتنج لينس بتاعتنا. ادي بقى اللينس اللي احنا ايه هنقيسها، هتتحط هنا بعد مين؟ بعد الكولميتنج لينس. طيب اذا كان السيستم لغايه دلوقتي المفروض الريز تطلع ايه؟ تالت. لما تحط بقى انت اللينس بتاعتك باظت يبقى انت بوظت السيستم ده صح؟ تمام؟ اهو unknown lens بتتحط فين؟ at F2 of the standard lens اللي هي collimating lens. يعني هحط دي فين؟ عند F2 بتاعت ايه؟ العدسه دي. بقى المكان اللي حضرتك بتحط عليه النضاره اللي انت عايز تقيسها. فاهم؟ النضاره اللي انت عايز تقيسها دي بتحطها في الجهاز كده. تمام؟ المكان ده فين؟ F2 بتاعت collimating lens. ماشي يا اولاد، واحده واحده كده، انا ماشي معاكم بهدوء شديد اهو. خلاص، واحده واحده كده عشان ده جهاز مهم قوي بالنسبه لنا، مهم قوي نفهمه، تصير فيه كتير. لان ده كل يوم، ده شغله كل يوم. صح؟ اهو، طيب تعالى نروح بقى للسيستم التاني، اهو ادي التارجت بتاعي، وادي الستاندرد لينس، وادي الانون لينس اهي. بدل برنسبل از ابلايد هير. خدت بالك؟ از اف تو اوف ذا ستاندرد لينس كوينسايد وذ ذا نودال بوينت اوف ذا انون لينس تايم. طب هنشوف الحدوته دي.
ادي ادي البدال برنسبل هيبتدي يحطها هنا مره احطها من تاني عند الاي بيس مره تانية. تمام. بص بقى الفوس ميتر بيقول لك ايه. The light emerging from the system is used through the observation system which compromised telescope with adjustable eyepiece which should be focused at infinity. بص اوريك. بص ادي البارل ريز جايه اهي هتخش على السيستم ده. ايه السيستم ده اسمه ايه؟ ده تلسكوب. ده تلسكوب اتنين بوزيتيف لينز اهو. تمام. الريز طالعه منه ايه؟ بارل. تمام اهي. عشان كده انا البارل ريز دي لما اشوفها في الاخر اشوف التارجتس ده ايه شارب جدا واضحه جدا. ما خلي بالك دي البارل ريز اللي طالعه من الكولاميتنج لينز. دي البارل ريز اللي طالعه من الكولاميتنج لينز. تمام. طيب بص انا اوريك تلسكوب هو عباره عن ايه. تو لينسز وذ ذا برنسبل فور سايكو انسايد الانسيدنت اند ايمرجنج ريز ار بارل لان دول ايه تلسكوب زيرو فيرجن. Let's say zero version of our focal system, but there is angular magnification. طيب بص بقى. The eyepiece contains a graticule and a protractor scale. يعني في رسمة وفي مقياس. Graticule and the protractor for measuring the axis of the cylinder and the prismatic power. Before use, لازم تعرف ايه؟ الست لازم يبقى على الزيرو. The instrument should be set to zero. And the eyepiece adjusted until the dots and the graticule are sharply focused. لازم لازم ال dots شايفها واضحة, graticule شايفه واضح, وكلهم sharply focused. أو أدي المنظر اللي إحنا بنشوفه. ده الأمريكان كروس تارجت. أو المنظر التاني اللي إحنا شفناه الدوتس بتاعت الأوروبية. يعني ممكن تشوف أجهزة كده وممكن تشوف أجهزة بالدوتس دي. ده التارجت بتاعنا. الخطوط دي التارجت بتاعنا. ده سيستم الأمريكان. السيستم الأوروبي اللي هو الدوتس الخضر. تمام. بالظبط. لازم تشوفي السكيل ده واضح, لازم تشوفي الخطوط دي واضحه كلها واضحه قبل ما تحطي العدسه شرق. لازم تشوفي المنظر ده شرق او تشوفي شكل الدوتس او تشوفي شكل الايه الدوتس. تمام. على فكره عايز اقول لك حاجه, ان الخطوط دي جايه من التارجت, انما الخطوط دي جايه من السيستم بتاع الاي بيس. ها يعني بشوف قبل ما احط اللينس بشوف بس خمسه اول لا انا بشوف الخطوط دي لازم تبقى واضحه كده, ولازم الارقام دي كمان تبقى واضحه كده قبل ما احط اللينز. تمام. يعني ايه دكتور الخطوط دي جايه من التارجت؟ ما ده التارجت الامريكان سيستم. التارجت بتاعه مش نقط, التارجت بتاعه خطوط. الامريكان سيستم التارجت بتاعه يعني ممكن تروح تشتري لينز ميتر تبص فيه تلاقي النقط الخطره دي, وممكن تشوفي لينز ميتر تاني تلاقي الخطوط الايه اللي بالعرض دي زي ما انت شايف. اهو بص ده بيقيس واحد فيهم بيقيس السفير وواحد بيقيس السلندر, والمسافه بين الخطوط دي وبعضها الدوائر دي وبعضها ده بيقيس البريزم. تاني ده بيقيس السفير وواحد يقيس السفير وواحد يقيس السلندر, والدوائر دي تقيس الايه البريزم اللي موجوده في العدسه. بص ادي بقى السيستم هوريهولك اهو. تعالى نقول مع بعض ده مين الالومينيت التارجت. تمام. الالومينيت التارجت ايزر دوتس او اللاينز. خلاص. وبعدين العدسه دي مين؟ كولاميتنج او بيسموها الستاندرد لينس او كولاميتنج لينس. طالع منها ري شكلها ايه؟ فرق. خلاص. وبعدين او ادي الستاندرد لينس او كولاميتنج لينس بيخش الكلام ده على التلسكوبك سيستم اللي هو رايح فين؟ ناحيه العين بتاعتنا. بيطلع لنا الريز هنا ايه؟ فرق. ده تلسكوب اللي هو ناحيه اي بيس. ده يا اخوانا الجهاز بدون ما احط فيه حاجه, ده الزيرو بتاع الجهاز. خلاص. هنحط العدسه فين؟ بين التلسكوب وال ها هنحط العدسه فين؟ قبل ما ننام بين الاثنين عندنا. ها احنا حطينا العدسه فين؟ احنا شفناها قبل كده بينهم عند اف 2 بتاعت عند اف 2 بتاعت الستاندرد عند اف 2 اهي يا سيدي ما تزعلش اهي. شوف العدسه نازله فين اهي اهي عشان الناس تفتكر اهي عند اف 2 بتاعت الستاندرد. تمام؟ طبعا وجودها في الف 2 بتاعت الستاندرد اللي هي النوتن بوينت بتاعت العدسه دي, ده بيخلينا نقدر نطبق عليها حته بدال برنسبل في الحته دي. ماشي مفيش مشاكل. طيب انت دلوقتي لما تحط العدسه الغريبه دي ها يحصل ايه؟ ديستربشن. يا نسرين يحصل ايه يا نسرين؟ لما نحط العدسه هنا يحصل ايه؟ بصي العدسه دي ما جاتش هنا, السيستم اهو التارجت اللايت طالعه من التارجتس اهي على الكولاميتنج لينس طالع هنا طالع بارلل.
انا لما احط حاجه اسمها غريبه على السيستم ده تطلع الصوره بارل؟ اكيد لا، اكيد لا. تمام، السيستم هيبتدي يتلخبط. نقوم نعمل ايه؟ نحرك دي، التارجت ده يتحرك قدام ورا لغايه ما نرجع للسيستم ده تاني. الحركه دي بقى حركه محسوبه قدامك، انت شايفها بره في الزرار بتاعك in the form of numbers. لما توصل انك تبقى فوكس تعرف انت عند النمبر الفلاني انت فوكس. تمام، هتلاقي نفسك فوكس عند النمبر الفلاني. تمام، اهو بص ده الانون لينس اهي محطوطه في اف 2. تمام، بص بقى ادي الجهاز، دي اللي عليها ايه اللي بتحرك التارجت، دي اللي بتحرك التارجت للصوره الكبيره دي، وده المكان اللي بنحط فيه العدسه بتاعتنا اللي هي مين؟ اف 2 بتاعت الستاندرد لينس. وهنا الالومنيشن سيستم والتارجت بتاعنا هنا، وده اللي بيحرك التارجت وعليه السكيل اللي انا بكتب عليه. دي مجموعه ايه بقى؟ التلسكوب بتاع مين؟ الاي بيس، التلسكوب بتاع الاي بيس. خلاص، اللي هو فيه كمان ايه؟ جراتيكيول بقى والحاجات اللي موجوده دي. تمام؟ اهي اهو بص، احنا بنحط اللينس هنا، ده بيساوي الارقام بالنسبه لنا. ساعات الارقام على فكره تعملها هنا على الدراع زي الجهاز الكبير ده، تلاقي الارقام هنا، وساعات الارقام تشوفها جوه مع التارجت. تمام؟ اهو في سيستم ده موجود وده موجود. اهو بص بقى لما عملناه لك ساينتفكلي بقى، ادي التارجت اهو واللمبه وراه. على فكره كل جهاز لازم تحبه ولازم تفتحه ولازم تفكه ولازم تلعب فيه. ولازم تبوظه. عشان انا اقول لك حاجه، انت بتبقى في عز الشغل ولمبه تتحرق في الجهاز، هتستنى السيرفيس؟ ام ذا سيرفيس. اي ويل دو ذا سيرفيس. نوقف العينين ونجيب مفكات وعده ونقعد نشتغل. تمام؟ على طول شيل اللمبه وبتاع وحط لمبه، ولازم عندك لومه ديسبير لاي جهاز انت تشتريه وتقرا كتالوجه اول ما تشتريه لازم. اهو بتحط اللمبه هنا، تمام؟ ادي التارجت اهو يا ولاد اهو. خلاص؟ ادي العدسه اللي هي الايه؟ الكولاميتنج اهي. بص 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 الترس ده، الترس ده يا ولاد عليه ارقام اهو، شايف؟ بيوريك اهو عليه ارقام. وبعدين بص بقى هو بيحرك ايه؟ هو بيحرك التارجت. الترس اهو بيحرك التارجت، خلي بالك بقى من الهندسه. الترس بيحرك بلس وماينس، يعني كده لو بلس هيروح كده ماينس يروح كده. لو بلس يروح كده ماينس يروح كده. وادي العدسه دي اسمها ايه؟ دي العدسه اللي احنا المراد ايه؟ المراد قياس الانون. تمام؟ وده السيستم ايه ده بقى؟ تلسكوبك سيستم. وده جرافيكيول ده. خلاص؟ اهو ادي بقى اللينس ميتر بتاعك. اهو اقرا بقى. كبلاريان تلسكوب اهو بتاعك، بيقول لك كبلاريان تلسكوب. بص بقى كمان عاملين العدسات كومبايند ليه؟ عشان الابريشنز، صح؟ تمنع السفيريكال كروماتيك ابريشنز، هاي كواليتي يعني. تمام؟ اهو بيقول لك ايه بقى؟ ذا انون لينس برينجز ذا ايمج اوف ذا تارجت اوت اوف فوكس. بتلخبط السيستم. The target is moved بقى to bring the image back to focus. بس الحركة دي محسوبة. The displacement ده is measured on the scale indicating the lens power. تمام؟ أهو شوف لما بتحط عدسة ماينس رحت لورا بالتارجت، لما تحط عدسة بلس رحت لقدام. وده يقول لك زائد واحد، ده يقول لك ناقص كذا. تمام؟ يس. هو البدال برنسبل فين البوزيتيف لينس المحطوطة على البدال برنسبل؟ هنا هيعتبرها هنا. انه حط دي في الان بتاع دي، بس ممكن دي تبقى نيجاتيف لينس مش بوزيتيف. ايا كان بوزيتيف او نيجاتيف، هو حط لينس غريبه هنا. البوزيتيف لينس بيس بات. ايوه بص دي البوزيتيف لينس اللي هي الكولميتنج. كولميتنج اه بالظبط. دي بدل برنس بتطبق على الكولميتنج لينس اساسا هنا على الكولميتنج لينس. تمام بص اهي، ادي بقى الرسمه بتاعت الامريكان اكاديمي في سولمولوجي اهي. ادي التارجت. بص بقى الامريكان مختارين تارجت ايه؟ خطوط. ما انا بقول لك التارجت بتاعهم اصلا خطوط اهو. وبعدين ادي اللمبه اهي وادي التارجت اهو، هو بيحرك التارجت ده كده بلس وكده ماينس. تمام، وادي الستاندرد لينس، ودي في اف 2 بتاعت الستاندرد لينس، ده البدال برنسبل. وادي التلسكوب سيستم، وادي فيه الايه؟ جراتيكيول، دي اللي هي الميجرمنت بتاعتنا اللي موجود عندنا اهي. بص بقى لو انت بتشتغل بالتارجت سيستم، لما تيجي تشوف، بص يا ولاد دي مهمه قوي الحكايه دي، لما تيجي تشوف يس لا جراتيكيول دي اللي هي المقاسات اللي هي اه دي اللي هي الارقام اللي هي المنقله، سوري يعني بالبلدي كده اللي هي المنقله اللي عليها الاكسات. المنقله
لا الدوريات دي لا بعيده خالص ده التارجت البعيد خالص تمام. بصوا يا اولاد لو احنا بنشتغل بالدوت سيستم والسيستم كان سفيريكال ايرور تقوم تلاقي ايه؟ تلاقي النقط دي بهتانه كبيره وبهتانه تعمل فوكس تطلع نقط دوتس في الاخر. طب لو في سلندر اشوف لاينز اشوف لاينز. خلي بالنا من الكلمه دي مهمه قوي دي اسئله في الشفوي يقول لك وانت باصص في اللينس ميتر تعرف منين ان العدسه اللي في ايدك دي سلندر ولا عدسه ايه سفيريكال. او ما اقول له لو بصيت لقيت التارجتس دواير يبقى دي ايه عدسه سفيريكال وهي قرايه واحده اول ما تظبط وتشوف التارجت المنظر الجميل اللي شفناه في الاول ده يبقى هو دي الباور بتاعت اللينس خلاص. طب اذا كان فيها استجماتيزم هتشوف لاينز تقوم تظبط اللاينز دي الاول تظبط اللاينز دي هيديك السفير اللي هو الرقم الاولاني وبعدين حرك الجهاز بتاعك حرك الجهاز بتاعك تاني غير الباور هتلاقي اللاينز العموديه عليها ابتدت تبان. يعني مره بص مره تلاقي الشرط دي في الاتجاه ده المره الثانيه تلاقي الشرط في الاتجاه ده. خد الباور بتاع دي والباور بتاع دي دي الباور بتاع تو مين ميريديانز بتوعك واحسب النضاره بتاعتك دي شكلها عامل ازاي. خلي بالك دي بتديك باور بتاع تو ميريديانز تقوم تاخد المشترك بتاعهم يبقى ده السفير والفرق بينهم يطلع السلندر في الاكس اللي انت شايفه. لا مفيش عمودي بقى في الاتجاه الكبير هو خلاص في اتجاه الرقم الكبير في اتجاه الرقم الكبير في الاكس الكبير خلاص تمام. طيب بص بقى طيب حكايه بقى الاكس الكوريكت اكس والانكوريكت اكس. بص اذا انت في كوريكت اكس المظبوط البرنسبل اكس تلاقي الخط سليم كده انما الخط لو مقطوع كده يبقى انت انكوريكت اكس يبقى كده او كده تبتدي تظبط تحرك بقى مين منين نو من الاي بيس تحت الاي بيس في 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 زرار كده تحت الاي بيس هو يحرك الاكسس كده يلف لك زي ما انت عايز ممكن كده وممكن ده بس تملي بتبقى في الاي بيس تبع الاي بيس تمام اهي. طيب بص it will be impossible to bring the image of the target to the center of the eyepiece ده لو كان في بريزم. If we have prism incorporated لا يمكن تعرف تجيب المركز في النص قدامك. عمال تظبط تلاقي نفسك عمال تحرك في النضاره والصوره جايه لك على جنب. تحرك في النضاره والصوره جايه لك على جنب مش عارف تجيب السنتر ده في نص النضاره. تمام؟ اهي بيقول لك لا يمكن تيجي في السنتر بتاع الاي بيس جراتيكيول. The cross lines of the graticule can calibrate the interval of one prism diopter enabling the prism power to be determined. اهو ده ده بيقيس سفير وده بيقيس سلندر والدول اللي بيقيسوا الديسبليسمنت بتاعت الايه؟ The image is seen displaced toward the base of the prism. خلي بالك من الكلمه دي. The image اهي the image is seen displaced toward the base of the prism because the image of the target is inverted by the eyepiece telescope. معكوسه. انا عارف في واحد ده يرد عليه يقول لك ايه؟ مش احنا قلنا في البريزم بنروح ناحيه الايبكس؟ بس التلسكوب عامل انفرشن خلاص. هاي بص احنا هنا احنا فين البيز هنا شفت بقى مش عارفين نجيب دي في النص مش عارفين نجيب صوره التارجت هنا في النص يبقى العدسه دي فيها بريزم. طالما مش عارف اجيب الصوره دي في النص هنا يبقى العدسه دي فيها بريزم تمام. هاي بص دي فيها بريزم. طب كم بقى بريزم؟ ادي دايره اتنين. بص بقى عد بقى عد الدوائر دي تمام. وده البريزم اكسس ده البريزم اكسس ودي منطقه الايه البيز اوف ذا بريزم. يعني البيز اوف بريزم هنا جاي في المنطقه دي عند اكسس كذا لان الصوره ديسبليس ناحيه البيز اوف ذا بريزم. طب ما انا عشان ما اعملهاش كده بحطه جاليليان تلسكوب الصوره مش بتبقى انفيرتد. حطي عايزه تحطي جاليليان تعدل لك الصوره يعني عشان الناس متعوده ان البريزم كبلاريان صورته احسن كتير. كبلاريان سيستم صورته احسن كتير بالظبط صورته احسن كتير الكواليتي بتاعت الفيجن بتاعته الاثنين البوزيتيف احسن من يبقى بوزيتيف ونيجاتيف تمام. بص الديسبليسمنت اهي بص في ديسبليسمنت عندنا رينج واحده اهي بص حلقه واحده يبقى دي 1 بريزم بيز اب يعني تقول ان العدسه دي فيها 1 بريزم بيز اب خدت بالك اهي.
لا دي سفير دي ما فيهاش بريزم اهي دي وانا ما فيهاش بريزم والتو باورز تقريبا ايكوال ما فيش بريزم زيرو بريزم تمام ما فيش لانه التارجت في النص بالظبط بالظبط ما فيش ديسبريسمنت ما فيش ديسبريسمنت اه لو شفت اي دايره يعني من الحلقه الاولانيه للثانيه بدور بريزم زي اللي شفناه في اي بصي تشوفيه كده يعني انت تبقي شايفه كده والجهاز لسه ما تحطش فيه العدسه تحطي العدسه تلاقيها عملت لك كده شفتي الديسبريسمنت ده اهو هو ده فيه بريزم كده يبقى كده دي فيها بريزم الاوتوميتد فوس ميتر بقى بص يا جماعه بتشتغل بنفس الطريقه the degree in which the beam light is deflected as it passes through a lens depends on the focal and the prismatic power of the lens and the distance from the optical center بص ادي اللينس ميتر الرائع الجميل اللي انت يعني ان شاء الله تجيب لك واحد زي هو مش غالي يعني مش غالي قوي يعني غالي طبعا يعني ب 10 11000 جنيه تجيب لك احسن واحد في العالم تمام يعني اغلى واحد فيهم ب 11000 12000 جنيه اه وبيقيس لك كل حاجه وفي جديد كمان في حته هنا بتقيس الالترا فايولت ريز بتشيل البلوك ده وتحطها عشان نضارات شمس بالظبط عشان في نضارات شمس مضروبه بتبوظ للناس عينيها ففي بيقيس كمان الالترا فايولت بص هي الفكره كلها انت شايف التارجت قدامك على فكره مش ده التارجت اللي انا بحكي لكم عنه اهو اه انت شايفه قدامك وبتحط اللينس وبيطلع نفس الكلام هو السيستم انا اقول لك عامل ازاي بص ادي لمبه وادي البيم فورمنج اوبجكت وادي الابيرتشر وادي البيم فورمنج اوبجكت وادي الجرين فلتر اللي بيعدي عليه ادي بقى اللينس اللي هنبتدي نقاسها خدت بالك وادي هنا بقى بص اللينير اراي ده اللي بيحصل اللي هو الديتكتور بيعملوا حاجه اسمها الديتكتور بيبتدي يقيس اللايت كميه اللايت اللي جايه بص اللايت جايه منين اهو ماشي كده وطلع كده وبعدين طلع بارلل وفضل ماشي بارلل وعدى هنا وبتاع وادي الايمج رينج ابيرتشر وادي في الاخر البيم باترن بتاعتها تمام انت بقى بتحط اللينس بتاعتك فين بقى انت ممكن تحطها هنا مكان اللينس ماتر هنا دي اللي موجوده عندك ما بين التو سيستمز دول عشان تقطع البارلل ريز دي مش دي بارلل مش السيستم كان كده خلاص احنا بقى بنحط دي تقوم تلخبط لنا السيستم ده عشان ترجع تاني تبقى فوكس لازم الكلام ده يبتدي يظبط له خدت بالك هو بقى اوتوماتيك بيروح لافف ده لغايه ما يجيب البوزيشن الواضح واحسن اكسس واحسن باور هو بيعملها هو اوتوماتيك لوحده تمام ده ريفلكتد بيم سترايك ذا فوتو سنسيتيف سيرفيس اهو ده اللي بيقوم بمكانك انت الفوتو سنسيتيف سيرفيس ده which measures the deviation of each of the beams from the original path to the computer system lens measure بص اهو يعني انت عملت هنا ديفيشن هو ده هيديتكت الديفيشن ده حصل ازاي لان هو عمال يلف 360 اكس ويشوف المسارات بتاعه الضوء بتاعته باظت ازاي ويبلغ الكمبيوتر سيستم يروح مطلع لك القرايه بتاعتك في الاخر تمام اهو بص بيطلع لك سفير سلندر الاكسس تمام ويقيس لك الاي بي دي تمام واي ديفيشن فيرتيكال وهوريزونتال يقول لك عليه تمام ده الفوس ميتر الفوس ميتر زي ما قلنا بقى استخداماته ميجر الفيرتكس باور اوف ذا لينس ديتكت ذا اوبتيكال سنتر اوف ذا لينس الاكسس والميجر باور بتاعت الاستجماتيزم والباور بتاعت اي بريزم كونتاكت لينس ممكن يقيسها بس لازم تحط اي بيس معينه كده ولازم تبقى ويت الويتابيلتي بتاعتها لازم تحافظ عليها سؤال شبهي مهم هاو تو ديتكت بريزماتيك افكت اوف ا لينس ويتش هاز بين دي سنتر العدسه دي سنتر بقى زي ما اتفقنا ذا سنتر اوف ذا لينس شود بي ماركت اساسا تمام موست ماشينز انكوربوريت الماركرز اللي هم الثلاث صوابع اللي بينزلوا دول بيخشوا على حباره وياخدوا الحباره ويروحوا نازلين بيها على اللينس وتعلم مكان الاوبتيكال سنتر بتاعت اللينس تمام لازم تشوف التارجت في النص الاول طب بعدين بيقول لك ايه ذا ماركر ذا ماركت سبيكتكل ار ذن بوت اون ذا اونتو ذا بيشنت اي اند ذا ديجري اوف ديسنتريشن اوف ذا لينس ميجر ذا اوبزرفر the relationship between the center of the patient pupil and the optical center of the lens يعني انت بتقيس اللينس ما انت بتقيس السنتر خلاص باللينس ميت الثلاث صوابع موجودين في اه في اي جهاز فيهم اه طبعا تمام انت بقى بتروح ملبس النضاره دي وانت معلم على السنتر بتاعها تلبسها العين تقول له بص على حاجه بعيده وتشوف الديفيشن من السنتر قد ايه يعني بتقيس ما بين السنتر اوف ذا بيوبل لايت ريفلكس من بيوبل والديفيشن اللي حصل وتحط دي في المعادله الشهيره بتاعتنا اهي بتاعت الايه البريزم ديفيشن اللي احنا اتفقنا عليه الديفيشن بتاع النقطه الحمراء الديفيشن بتاعه النقطه اللي انا معلمها على اللينس بتاعتي عن البيبولاري بوردر بتاعه تمام دي اللي هي بتقيس اللينس ايه الديفيشن انا عايز افرجكم على فيلم صغير كده تمام في الموضوع ده اسمه اللينس ميتر
فين اللينس ميتر؟ مش فوق مع اللينس ميتر. صار موسكولي ده نشوف هنا هاي مين؟ صار موسكولي examination هاي مين؟